احنا شاورما تركيه انزين، الفوكس مالنا بس الشاورما تكون يعني مودل انزين، شيء جديد موجود بالكويت انزين. احنا شاركنا بهالمعرض فود باز عشان يعني المشاركين كلهم محليين، وهذا اللي احنا شدنا ان نشارك بهالمعرض. انا كان عندي اجتماع هني نير باي، تفاجأت وايد بالايفنت، بس وايد وايد حلو وسوى جو حق اللي بالمكاتب، خاصة اليوم الجو وايد خدمهم بعد، وأشجع إنه يسوونه أكثر وأكثر في أماكن ثانية، سواء صوب المكاتب، صوب المجمعات، صوب النوادي. It's a really good idea. إحنا هدف المشروع أن إحنا نثقف الشباب الكويتيين أن لازم الشراب اللي يشربونه والأكل اللي يأكلونه كل يوم يكون فريش. مثل ما تشوفون السلكشن من العصائر اللي عندنا هني كلها فريش، ما في أي مواد حافظة بالعصائر هذه، فكل يوم نسوي نيو باتش دفع جديدة حق العصائر. يعني أنا جيت على أساس إني بس بشوف الوضع، صار لي ساعتين وما ودي أمشي، بس أوفرول بيوتيفل إكسبيرينس. أتمنى نشوف شغلات مثل كذي وايد. فود باز فكرة حلوة، وتقريبا هو كل شهر إذا ماني غلطان. نتمنى صراحة نشوف عدد أكبر من المشاركين. أنا واحد من الناس أداوم بالمكان هذا، فلما أطلع بريك أي وأشرب قهوة أو أني أتغدى، فمثل متنفس لي، وهذا شيء حلو. يعني إذا كل مرة، يعني هذا المعرض صار ثاني مرة أنا أي، ومستعد اني اي المره الثالثه والرابعه.